السلام عليكم ورحمة الله. في المنطقة ديال دمنات في الأطلس الكبير، تحديدا في قبيلة إواريضن، لتتميز بمؤهلات طبيعية وبيئية مهمة، خاصة نوعية التربة والطقس ديالها. تتم الزراعة ديال أنواع محلية من العنب على مر القرون، واللي قليل من المغاربة يعرفوه. هذه الأصناف المحلية من العنب تتميز بالمقاومة للأمراض والحشرات الضارة، بالإضافة للحاجيات المتوسطة من الماء إلى قرنها مع باقي الأصناف المستوردة. بصفة عامة، الفلاحة في هذه المنطقة ما تستعملوش مبيدات وحتى الأسمدة المعدنية، وتكتفيو غير بالتسميد العضوي بالغبار، عكس الأصناف الأوروبية اللي تلقاو في السوق واللي غالبا مداوية عدة مرات. هادشي تيخلينا نعيدو النظر ونهتمو بهذا المنتوج المحلي اللي تيتأقلم مع الظروف البيئية ديال بلادنا، ونعطيوه شهادات منتوج عضوي ونزرعوه في مناطق أخرى، نظرا كما قلنا للحاجيات القليلة ديالو من السقي ومقاومته للآفات. والآن غادي نقدم لكم الخصائص الذوقية ديال ثلاثة الأصناف من هذا العنب هذا. الأول هو نوع أم ليف اللي تينضج في أواخر شوتان ديال العنقود الواحد منه، تيوزن في المتوسط 835 غرام، بينما الحبة الواحدة تتبلغ 4.2 غرامات. في المتوسط الإنتاجية ديال كل شجرة هو تقريبا 224 كيلو. الصنف الثاني والتي تعتبر أشهر صنف في المنطقة والأكثر زراعة هو صنف أبوهو اللي تنضج في المنتصف ديال شوتان بير. العنقود الواحد منه تيوزن في المتوسط 465 غرام. المردودية المتوسطة لكل شجرة هو 180 كيلو غرام. نسبة السكر أو البريكس هو 19، والتي تعتبر أكبر نسبة في المقارنة مع الأنواع الأخرى. النوع الثالث هو نوع أغيال، واللي الميزة الأساسية ديالو هي المنتوجية ديالو الكبيرة في الهكتار، حيتاش كل شجرة في المتوسط ممكن تعطينا 330 كيلوغرام. هذا الصنف هذا تينضج في شهر شتنبير، والعنقود الواحد منه تيوزن في المتوسط 447 غرام، مع نسبة ديال السكر أو البريكس 17.5. في هذه الحلقة هذه اكتفيت بالعرض ديال ثلاثة ديال الأصناف ديال العنب المحلي في منطقة إواريضن، وإلا كاينين أصناف أخرى اللي تتحمل أسماء محلية أمازيغية على غرار صنف تينيوين، فيريالي، تاغلايت وإغرزيز.